وحي ما جابه، حي الشتا وحي ما جابه، حي الشتا وحي ما جابه، حي الشتا. الربع اللي بيله موتر زين يشتري شخص. يا ولد ولد الموتر الزين الشخص. اقسم بالله يا الغترة انها كانت لاصقة في الراس، بس الشاص اخلى في الدنيا وما فيها يا رجال، والله انها اخلى في الدنيا وما فيها. بس خلاص يا ابو علي الشيخ لقاب. السلام عليكم يا اهل السناب، انا ادري اني شخصية وادري ان كلكم الحين خاقين علي، بس اتمنى منكم عدم المضايقة وعدم الاحراج في الخاص. تسلمون والله الغالي. وعليك. اخواني هي امنية واحدة انا اتمناها ويا رب انها تتحقق، اني احضر حفل واجي بدري، ابغى اجي في الوقت المناسب، ما قد جيت في حياتي في وقت مناسب. اخواني مرحبا. هلا. اخيرا يا ولد شفتك. هلا بعد. والله العظيم اني ادور لك ليل. يا اخي وجهك ليش ما احس صدر؟ والله وجهك ولا شو احسه؟ صح لسانك. وردة. يا وردة. يا وردة. والله يا حمود اخيرا يا حمود في كرة. انا اخيرا معك في كرة يا حمود. يا حمود يا حمود انا نصوص الزاق يا اخي كذا. الله يسعدك يا ولد. رفع بنذر معدن يرفع عندي سعد ورياض. كيف الغيحة؟ كيف الرئيس حقك؟ كيف مرحبا يا ابو رياض. لا 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 اللي كذا والله يا ابو رياض لبى والله قلبك مليون. يا رحل. انا جدا سعيد يوم يتم يكتب. والله بنوريك. باقي زعلان علي ولا لا؟ عبد الله سيف تعيد التعدد. يا الله يا الله وعيش مجيب ياخذ وهقني يا سامع من دعوة. يا ابو هادي يا ابو هادي ان شاء الله ناخر مره بكره اروح بيش على ان شاء الله ناخر. لا ان شاء الله ناخر مره اشوف ما على كيف. انا ابغى كذا بس ابغى كذا احسني مهم بس على طول على طول. ما شاء الله هذول اللي مسجلنا في تويتر. خشمك حبيبي والله. لا شو ارحب اخ نور تبقى تعرف انقلب. ونعم انقلب ايش؟ انقلب يعني اصبر انقلب يعني السعود. ام الشخصيه شخصيه شخصيه اوف مري الا شوي اسقاط على المره يا شباب. المره شوي هنا نسيت والله نسيت. اخيرا ابناء الواقع. ليش تضربني قدامهم قبل شوي؟ قاطعين. انا ضربتك؟ يعني انت قبل شوي تنكسر يده اللي مد يدها علي. الله يعزك الله يعزك الله يعزك. اخبارك؟ والله بشر كيف الحال؟ بخير الله يخليك. ما شاء الله تبارك الله الله يوفقك. يا مرحبا والله العظيم اني متمنيت اني اشوفك من زمان يعني حبيبي. الله يعزك باذن الله. انا اعطيت رقم اعطيتك رقم المنسق باذن الله تقدر تتواصل معه. لا يعني انت واقف جنبي اتواصل مع المنسق ليه؟ عشان اقدر اتواصل معه. والله العظيم لا لابد من العقل انه ياخذ ويعطي. انت كيف حالك؟ ايش رايك تضف وجهك؟ جعل عمرك طويل. ايش رايك تنقلع؟ خلاص انقلع عشان ما عندي انا. خلاص انقلع. ما يشبع ما يشبع ما يشبع. ارحب 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 عقب قلبي. ولا مبلكني؟ لا مستحيل مبلكني. ابلك العالم ذا كله. اسمع بكح وقول بسم الله على قلبي. يلا بسم الله الماجد على قلبك. كنا برصة. والله يبزل. انا اسف والله. والله اني اسف والله ما ادري اقبل العذر ولا لا. اللي يبغى يفهم السالفه في سنابه قبل كنت مسوي مسابقه اجمع صوت وشارك ولا نزلت صوته. اي والله انا اسف. انا زعلت ذاك اليوم. انا اسمع ترسل لي على الخاص مقطع لك وتتغني انا بنزله. لازم اني اعوض. حسيت التانيب ضمير جاء عمرك.
نتقابل ان شاء الله باذن الله ولا يوم طوال. الو الو اسمعكم صوتي انت باذن الله. ابو عبد الله وش حالك؟ انا مره مش قادر. ألف مبروك يا بدر يا روق روق تراك تعرف وقعي انت تعرف انا كل تخبى ظهر بعد على الحمار اسمع اوه جول ايه صار لح يا مرحبا بذمتي لح يا هلا اخيرا لا تغزل كيف حالك لا تغزل يعني ايش اسبك لا تسب لا تغزل خلاص على شقين عبد الله الشهراني من القامات الاعلاميه اللي احنا نتشرف فيها من القامات الاعلاميه اللي تصدرت سماء السوشيال ميديا فترة وجيزة فأنا أقتدي بهذه القامات الإعلامية الكبيرة اللي نتعلم منها الشيء الكبير $500 رخيص يعني لو خمس سنابات كم يعني قطار في التيك توك اليوم واجهت شخص من الأشخاص اللي أنا أحبها شخصيا شخص جميل لطيف شجاع شهم كل الصفات تجتمع فيه ارحب يا ابو فالح اقصد نفسي انا يا اخوان والله اني معجب في نفسي اعجاب ما يعلمه الا الله. مرحبا والله شيك زعلت يعني ولا انا ضفنا يعني انت الحين سويت نفسك شاهم وشاهم الواحد ما يمدح نفسه يعني يمدح غيره يمدح غيره خلاص استاهل رحب يلا حي رشيد انا جدا احبك والله العظيم اني احبك يا رب يا رب والله قبل وتابع لك قبل البرنامج يا حبيبي وكنت من فازاتك انا اللي من فازاتك ايه عادك كنت من فازاتك كنت دب اي والله عليك طحب زي حتى شفت يوم سالفتك حقت الحادث والله العظيم يدمع قسم بيت الله ما يجعلني قد ايش يعني انت حساس نفسي والله العظيم اخيرا ثنائيتي لقيتها ثنائيتي أربعك. أنت قليل أدب ليه؟ أنت ما تستحي على وجهك ليه؟ يا طماع مركزين ما قد صارت مضي بروز مركزين يا طماع من الرجل اللي وراي يعني والله ما مضي بروز استاه ولا أنا يا حبيبي يا ولد نجم جمهور مركز أول ما قد أحسنت في أي برنامج واقع ألف 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 مبروك استاه يا حبيب أخو استاه جالس لحالك يا حسين ذكرتني بالمنتج وجلساتك لحالك عني ما خلاص يا حبيبي يا طيب قلبك يا ايش تفكر فيه شاف يوم شاف خويه زاعل يا لب والله قلبك يا حسين والله اني اشتقت لك عني ما خلاص يا حبيبي اخوي عني ما خلاص لب والله ذا الوجه يا مرحبا والله يا جدي ما ادبك
والداعي ام الهبل الونيس هذه الجلسة اللي ما حد يتمناها الصدق هذه الجلسة اللي ما حد يتمناها هذه الجلسة ارحب مليون كلمة تقولها لاخوانك الصغار حقين جنتل وين اهل مبدع بذاته وبحضوره وبصفاته وده يطول حياته دايما سكريبت الافضل دايما سكريبت لا لا عشان ما يزعلون جنتلوها الجنتلويه انا احب فاضل جوالي مخلص عليك شكلك كذا حلو طيب والله فنان والله ربك اقول ارحب الاسد ارحب يا الاسد ارحب مليون ارحب يا الاسد ايوه انا احب هاي ساقات يا ناس ايش تدوي شوف ادري نمشي ونروح خلاص والله يلعن ام الباقي انا بدخل معكم عرض دارنا مسعود قول اسمي تكفى اعلى عبد الله السلام اعلى وسع يا ولد الربع سلطان الهميلي السلام عليك واضح ان الوناسه كل عملي معنا واضح ان الوناسه كل عملي معنا السلام عليكم ارحب يا ابو محمد ارحب يا البهجي ارحب يا مسعود ارحب يا المحب دولة نلبيها الحاكم حاكم انت منها كل العالم كل العالم اذبح الحاكم العالم اللي صير بحبك هتلر دكتاتوري واكبر ظالم اللي صير بحبك هتلر دكتاتوري واكبر ظالم اسمع ماشي هابيشة تلقتني دورية قلت لهم عن دباهاجر وضربوا لي تحية قلت لهم عن دباهاجر وضربوا لي تحية بهاج أرحب يا بهاج على قلبي على شيء الشور عندي وعندك انا السواق وانت اللي عندك انت وش انت وش خاطر انت جوعان تبي قهوه تبي تكيه تبي سوني تبي نوم اللي تبي يا ابوه على شوف الجدول اللي تبيه انت عيوني لك فكر الزلايب اللي ورا بس واحد سواق واحد سندويش ثاني بلجيكي